فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين الأحاديث الواردة في كفر من ترك الصلاة وبين ما ورد من أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة؟ مقيدة، ما هي بالأحاديث مطلقة، يؤخذ بالاستثناءات والمقيدات ويجمع بينها، ما يؤخذ المطلق فقط أو العام فقط، إنما يقيد ويخصص ويرد المحكم إلى المتشابه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.